الدستور الجديد هو حامل لجملة من المطالب الشعبية، هو دستور يثبت هوية الشعب التونسي العربي المسلم بشكل واضح لا لبس فيها، هو دستور يحمل حريات بشكل غير مسبوق لا في دستور 59 ولا في دستور 2014، هو دستور يثبت السيادة الوطنية، نحن شعب سيد فوق أرضنا وتحت سمائنا. هو قطيعة وهي جملة من القطاع، مش قطيعة مع العشرية السوداء فقط، هي قطيعة مع حكم الإخوان، هي قطيعة مع حكم المافيا، هي قطيعة مع الفساد، هي قطيعة مع اقتصاد الريع واقتصاد العائلات، هي قطيعة مع انهيار المالية العمومية، هي قطيعة مع حقرة الشباب تونس، هي قطيعة مع التبعية لدوائر الاستعمار، هي نعم من أجل السيادة الوطنية، هي نعم من أجل مستقبل شباب تونس، هي نعم من أجل انطلاق نحو أفق أرحب. لا خوف لا خوف لا راع، السلطة ملك الشعب. الشعب يريد زوالي حقه ومعطوش إلا نحن اليوم نقول للتونسيين والتونسيات، رغم تجد تكون عندكم تحفظات، ولكن اذهبوا الى صندوق الاقتراع من اجل بناء تونس اللي نحلم بها الناس كل، تونس الديمقراطيه، تونس الاجتماعيه، تونس المدنيه، تونس اللي ما تظلم فيها حتى حد، على العكس تونس بتاع اللوبيات اللي كانت، تونس بتاع الفساد، تونس بتاع الارتهال للخارج.